الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور. دعوات في لبنان لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة إنقاذ لإخراج البلاد من الأزمة الحالية. إسرائيل تغلق منطقة صيد السمك في غزة وتقصف أهدافا بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. وتفقد الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال المحطة التبادلية عدلي منصور التي تضم مجمعا متكاملا للخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة السكك الحديدية ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي. وفي مداخلة خلال فعاليات افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل التيسير على حركة المواطنين من خلال بناء وتحسين شبكات الطرق بين مختلف المحافظات. وجينا نتكلم زي الموضوع بتاع بنها المنصورة اللي قدام مننا ده، لو كنا أنا بتكلم عشان إحنا الموضوع ده بياخد مننا كلام كتير، ويمكن الناس في مصر تقول لي يعني انتوا ليه بتكرروه كتير كده؟ احنا عايزين نعمل حاجة جيدة للناس ولشعبنا ولأهلنا عشان يعني نساعدهم ونريحهم، مش عشان بس يتحرك على الطريق، لا ده كمان عشان لو في تجارة ممكن تتحسن هتتحسن بالطريقة دي، لو في حاصلات زراعية ممكن تتحرك من داخل المحافظات دي لغاية المواني او لداخل القاهرة أو حتة أخرى هتبقى متحركة على محاور مريحة تقوم تقدر توصل بشكل جيد وما تتلفش يعني. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواجهة التعديات بكافة صورها، لا سيما على الترع والمصارف ومحور المحمودية المزمع إنشاؤه، لافتا إلى التكلفة العالية التي تتحملها الدولة نظير تلك التعديات. احنا بنفكر نعمل محور المحمودية البحيرة، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. حجم التعدي على ايه؟ على حرم يعني بقيت المحمودية 5500 تعدي. طب انا يعني عايزيننا نعمل ونبني بلدنا ونبقى فرحانين بيها، ولا احنا برضو نفضل هنصر على ان احنا ندور على بنظرة ضيقة؟ وبالمناسبة أنا مش ضد أبدا أن الناس تبني وتعمر، بس إحنا عايزين نبني ونعمر في مجال أو بما يعني لا يعني يسبب مشاكل كبيرة جدا جدا. بالمناسبة هو ده هيقعد كم سنة التعدي اللي موجود ده؟ ده 100 سنة محدش هيقدر يقرب له. طب احنا هنقدر نعمل كل مشاريعنا بالطريقه اللي حلينا بيها الموضوع ده؟ ما نقدرش. لا طبعا، دي تكاليف كبيره جدا جدا علينا. حاضر. ارجو ان احنا المحور يبقى مش على قد 5 كيلو قبل وبعد الكوبري او المحور اللي انت بتعمله، لا احنا ناخده بالمره، كل مصرف او ترع نقدر نعملها، مش عشان اوامر يا كامل. حاضر. عشان بس اولا نريح الناس في حركتها، ثم نحافظ على ان ما حدش هيتعدى بقى، لكن لما بيلاقيها تراب يفتكرها ارض ياخدها يعني. شكرا. لا.
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للحكومة لما تبذله من جهود كبيرة في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة أن تتكاتف الحكومة والرأي العام في مصر للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد. أنا بقدم التحية والتقدير للحكومة وبهنيها على الجهد الكبير اللي بتقوم بيه وبمختلف القطاعات اللي موجودة فيها. ومش معنى ان احنا واحنا بنتكلم دايما على ان احنا عايزين الافضل ده معناه ان احنا يعني لكن هي التحديات كتير والمشاكل اللي موجوده في مصر كتير، وبالتالي الحكومه عليها عبء ضخم جدا جدا. وعشان كده دايما كلامي للحكومه وكلامي للراي العام في مصر، الشعب المصري، ارجو ان انتم نحطوا ايدينا جميعا او نتكاتف جميعا في مواجهه التحديات اللي بتقابلنا عشان نقدر نتغلب عليها. زي ما احنا شفنا العرض اللي تم تقديمه سواء من دولة الرئيس او من الفريق كامل كوزير للنقل، احنا بنشوفه كل قطاع بنتكلم فيه تقريبا تجد ان الرقم بيقرب من التريليون جنيه. ده معناه ايه؟ معناه ان حجم العمل اللي بيتم وحجم التمويل اللي بيتم لهذه القطاعات حجم ضخم جدا. ده معناه ان الدولة حريصة جدا جدا على هي تحسن من حياة الناس باختصار شديد جدا في كل القطاعات. أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة كورونا، معربا عن أمله في الوصول إلى رقم صفر إصابات، ووجه وسائل الإعلام بالاطلاع بدورها في توضيح مخاطر كورونا للمواطنين. مش هنسى ان انا اقول ان احنا حققنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى منذ بدايه الازمه، ازمه فيروس كورونا، حققنا نجاح كويس كدوله مصريه في مواجهته. ده كان يعني بتكاتفنا كلنا مع بعضنا، وقبل منه كان في فضل من ربنا علينا ان هو الموضوع ما كانش حاد قوي، وابتدت النسب تتحسن كتير. وانا مش عايز النسب لما تتحسن كتير تخلينا ان احنا يعني يقل اهتمامنا وتحفظنا على هذا الموضوع. زي ما انتم شايفين احنا حاضرين هنا ولابسين الكمامات، وفي اي لقاء مع يعني حتى في مجلس الوزراء حتى في اللقاءات الثنائيه او كده حريصين على ان احنا نبقى بالشكل ده، بان احنا نبقى عاملين المحاذير والإجراءات الوقائية اللازمة. ومن فضلكم احنا عايزين نوصل للصفر، ومش بس كده ونحافظ عليه. وارجو ان وسائل الإعلام تساعدنا في ان هي تؤكد كثيرا على أهمية تحفظنا وإجراءاتنا الوقائية، وان احنا ما نتهاونش لا في الزحام ولا في المواصلات ولا في أي مناطق بيبقى فيها تواجد للبشر. خلونا مستمرين على كده. وفيما يخص ملف التصالح في قضايا مخالفات البناء، طالب الرئيس السيسي الحكومة بإنجاز هذا الملف خلال مهلة الستة أشهر التي تم منحها لهذا الأمر، والتي تنتهي في 30 من شهر سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن الشهر الذي تم إضافته أمس للمواطنين من أجل دفع جدية التصالح يجب استغلاله للانتهاء من هذا الملف. بص موضوعات المباني يا دكتور مصطفى، لو سمحتم عشان احنا قلنا ست شهور، فاحنا في الست شهور دول عايزين نكون انهينا كل الموضوعات المعلقه. اتفضل استريح، اتفضل استريح. نكون انهينا كل الموضوعات المعلقه بحيث ان احنا في نهايتهم نقول اذا كنا هنتصالح يبقى التصالح تم تسديد الاموال. وارجو ان الشهر اللي هو تم اضافته او للمواطنين مره ثانيه عشان جديه التصالح ننتهي من هذا الموضوع، ثم بنهاية الست شهور اللي احنا حددناهم هتطلع الخريطة. وأرجو أن الموضوع ده الناس تسمعه بشكل دقيق. في أراضي لن يسمح أو أحياء لن يسمح بالمباني فيها تاني، خلاص ما ينفعش. في أحياء هيتم فيها السماح بدور أو اتنين فقط. أنا بقول الكلام ده عشان تبقى الناس مستعدية للموضوع دوت. ده أمر ما نقدرش كدولة نتهاون فيه،
والا يبقى الكلام اللي لسه كنا بنقوله دلوقتي على اللي بيتعمل مش هيبقى في وسيله تانية ان احنا نحسن لكم الطرق اكتر من كده. أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدرع المقدم له من وزارة النقل إلى المستشار عدلي منصور الرئيس السابق تقديرا لجهوده المبذولة خلال توليه الرئاسة. كان وزير النقل كامل الوزير قد سلم خلال الاحتفال بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق درع الوزارة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حضوره للاحتفال، إلا أن الرئيس السيسي قام بإهدائه للمستشار عدلي منصور في لفتة تعبر عن التقدير والاحترام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم رمضان أستاذ الطرق والنقل والمرور بهندسة شبرا جامعة بنها. برحب بحضرتك دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم. معك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم. كيف تابعت افتتاح الرئيس السيسي اليوم للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية؟ طبعا دي تعتبر الجزء الثاني من المرحله الرابعه للخط الثالث، تم افتتاحها النهارده. دي تعتبر اضافه كبيره لشبكه النقل الجماعي اللي موجوده في القاهره علشان تكمل الصوره بتاعه شبكه النقل الجماعي، وهيتم ربط المدن الجديده اللي موجوده ناحيه اللي بتخدم على محطه عدلي منصور زي العبور وزي الشروق وزي العاصمه الاداريه وزي القاهره الجديده وكل المدن اللي موجودة في المنطقة دي، تم ربطها بشكل جيد جدا بشبكة المترو الأنفاق. دلوقتي أي حد موجود في المدن الجديدة دي وفي مدينة السلام يقدر يروح أي حتة في مصر دلوقتي باستخدام المترو، لأن المرحلة اللي تم افتتاحها النهاردة ربطت شبكة مترو الأنفاق بربط بالمناطق اللي موجوده دلوقتي، فاصبح اي حد من يمكن من موقف العاشر او من محطه عدلي منصور يقدر يروح اي منطقه في الجمهوريه، يقدر يروح حلوان، يقدر يروح المرج، يقدر يروح شبرا، يقدر يروح الجيزه، يقدر يروح اي منطقه من المناطق اللي بيخدمها شبكه مترو الانفاق، بعد مربوطه دلوقتي، وبالتالي سهلت على المواطن بشكل كبير، وهتحسن من مستوى الرحله وهتحسن من زمن الرحله الخاص بالمستخدم، وكمان هتحسن من مستوى الرحله للي ما استخدمش، لان هتقلل الرحلات على شبكه الطرق اللي موجوده دلوقتي في المنطقه دي، فطبعا هتعتبر اضافه كبيره لشبكه الطرق. اما بالنسبه لمحطه عدلي منصور فطبعا زي ما هي متخطط ليها كده هتبقى محطه تبادليه كبيره جدا، وكانت اول ثمره منها النهارده محطه الخط الثالث اللي تم افتتاحها النهارده، سياده الرئيس افتتاحها النهارده. دي هتبقى نواه لمجموعه من وسائل النقل الكثيره الاخرى التي سوف تتبادل او سوف يتبادل الركاب في هذه المنطقه. المحطه دي هتبقى نواه لخط سكه حديد السويس، وهتبقى نواه لشاطئ الباص هيروح المطار، وهتبقى نواه للقطار المكهرب اللي هيربط الموقف العاشر بالعاصمه الاداريه، وخطوط سوبر جيت وخطوط حافلات سريعه. فتبقى محطة تبادلية من أكبر المحطات أو تعتبر أكبر المحطات التبادلية اللي موجودة في مصر إن شاء الله لما تكتمل بقية المحطات اللي موجودة في المنطقة دي. نعم، أنا بشكرك دكتور إبراهيم رمضان أستاذ الطرق والنقل والمرور بهندسة شبرا جامعة بنها على هذه المداخلة. وخلال فعاليات افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر حتى عام 2052. وأوضح مدبولي أنه خلال سنوات قليلة وقبل عام 2027 سيتم الانتهاء من كل المخطط الموضوع. هذه الخريطة كانت محطوطة لعام 2052. النهاردة احنا نقدر نقول والمرحلة الأولى بتاعتها كانت 2027. احنا النهاردة الحمد لله نقدر نقول ان احنا يعني تقريبا يعني في خلال سنوات قليلة جدا
يعني قبل حتى ما تعدي علينا المرحلة الأولى اللي هي 27 هنكون اكتمل كل المخطط اللي كان معمول عام 2052 من شبكات طرق ومرافق وخدمات كبيرة جدا. المفروض كنا حاطين تصورنا بمعدلات التنفيذ اللي كانت بتتم فيما قبل ان دي هتبقى يعني لو نجحنا ان احنا ننفذها بغاية 2052 هيبقى انجاز. لكن الحمد لله على الأرض النهاردة احنا نقدر نقول ان احنا فعلا تجاوزنا كل الحمد لله المعدلات القياسية لعملية التنفيذ، وهذه المشروعات كلها بتتم على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل برضو تكلفة لتنفيذ هذه المشروعات. وأشار رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تطوير قطاع النقل، حيث بدأت في تنفيذ جيل جديد من وسائل النقل الجماعي مثل القطار الكهربائي الذي يبدأ من محطة عدلي منصور لينتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكل المدن الجديدة بشرق القاهرة. ولكن المهم أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ مرحلة جديدة أو جيل جديد من وسائل النقل الجماعي، وهو الوسائل اللي كلنا كنا بنشوف العالم المتقدم بيقتنيها ونفسنا أن مصر تبقى موجودة عندها هذه الموضوعات، زي موضوع القطار الكهربائي اللي هو هيبدأ من قلب القاهرة ويكون المحطة الرئيسية بتاعته محطة سيادة المستشار الرئيس عدلي منصور، وهتنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكل المدن الجديدة شرق القاهرة. مشروع المونوريل اللي هيخدم مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا القطار الفائق السرعة اللي بينتهي حاليا أعمال الطروحات الفنية والمالية ليه عشان نشره إن شاء الله في خلال القريب العاجل في تنفيذه، اللي بيربط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. قال وزير النقل كامل الوزير إنه يتم تنفيذ مشروعات للنقل والطرق وحتى عام 2024 بتكلفة تقدر ب 1.1 تريليون جنيه. وأشار وزير النقل خلال استعراضه خطة تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة ربط الطرق بين المراكز وعواصم المحافظات. احنا فندم كان دائما بننفذ طريق ما بين مركزين، طريق ما بين عاصمتين محافظتين، ونقول ده طريق رئيسي، وطبعا ده رابط بين محافظات يبقى طريق رئيسي. ولكن واحنا بنعرض على سيادتك وجهت ان احنا ما نعملش كده، احنا لازم نخلق محاور طوليه وعرضيه كامله، يعني الطرق تتكامل مع بعضها ما بين المراكز وبين عواصم المحافظات، حتى ننشئ طرق طوليه على بعضها وطرق عرضيه عشان نسهل لاهالينا في الدلتا الحركه والتنقل بحصلاتهم الزراعيه ولقضاء احتياجاتهم، وخاصة في اتجاه الجنوب في اتجاه الكتلة الرئيسية اللي بتستهلك فيها المحاصيل الزراعية أو المنتجات الزراعية وهي القاهرة الكبرى، وفي اتجاه الشمال في اتجاه موانئ التصدير على البحر المتوسط. وكان أهم هذه الطرق يا فندم طريق القاهرة بالبيس الزقازيق المنصورة جمصة، الطريق الثاني طريق بنها المنصورة دمياط، وأنا عايز أتوقف على الطريق ده بالذات يا فندم لحظات. هذا الطريق وإحنا بننفذه طبعا إحنا بنطور الطريق، فاحنا ماشيين داخل كتل سكنيه سواء مراكز او سواء عواصم محافظات. وافق مجلس النواب برئاسه الدكتور علي عبد العالي اليوم من حيث المبدا على مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه. يهدف مشروع القانون الى حمايه سمعه المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وافساد الاخلاق والتعرض للغير والتحرش الوارده بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشيه احجام المجني عليه عن الابلاغ عن تلك الجرائم. كما وافق مجلس النواب على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا من مقر مجلس النواب مراسل النيل محمود إسماعيل. محمود، كيف تتابع جلسات مجلس النواب اليوم وأهم مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها؟ نعم غدا، بعد التحية، يعني ربما أهم مشروعات القوانين التي وافق المجلس عليها هو وكما جاء في صدر الخبر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. مشروع هذا القانون يعني تقدمت به الحكومة للحفاظ على سرية التحقيقات التي تجرى فيما يتعلق بالقضايا
قضايا هتك العرض المجني عليهم أو عدد من المجني عليهم في مثل هذه القضايا كانوا يعزفون أو يحجمون عن الإبلاغ عن مثل هذه القضايا خوفا على سمعتهم، ومن ثم جاء مشروع هذا القانون للحفاظ على سمعة المجني عليهم في قضايا هتك العرض. المجلس وافق عليه من حيث المبدأ ثم نقش مواده ووافق على مجموع مواده وأرسله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي. أيضا المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري. المجلس وافق عليه من حيث المبدأ ثم وافق على مجموع مواده وأرسله والآخر إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، هذا إلى جانب مشروع قانون يتعلق بمسائل تعديل بعض أحكام الإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وكما جاء في صدر الخبر. وكان المجلس في بداية الجلسة قد وافق على قرار رئيس الجمهورية بتعيين السيد هشام بدوي أو تجديد تعيينه لمدة أخرى رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 أعوام تبدأ بانتهاء أو من تاريخ انتهاء المدة الأولى. أيضا أحال المجلس في بداية الجلسة عددا من قرارات رئيس الجمهورية وعددا من مشروعات القوانين أحالها الدكتور علي عبد العال إلى اللجان الخاصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها. وفي هذه الأثناء غدا يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تمهيدا لأخذ الرأي عليه وربما يحال إلى مجلس الدولة. أيضا بعدها سوف يشرع المجلس باستئناف باقي مشروع مناقشة باقي مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. نعم، أشكرك الزميل محمود إسماعيل مراسل النيل من مقر مجلس النواب على كل هذه المتابعة الوافية، شكرا جزيلا لك. تواصل المراكز الطبية ومستشفيات وزارة الصحة استقبال السيدات لعمل الفحص الطبي لهن وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر لأورام الثدي. أكثر من 6,800,000 سيدة تم عمل المصحة الطبي لهم لاكتشاف المبكر لأورام الثدي وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة بمحافظات مصر كافة. تم وضع بروتوكولات العلاج لعشرات الآلاف التي ثبتت إيجابيتهم للمرض إضافة إلى الفحوصات الطبية للأمراض غير السارية كالسكر والضغط. مستهدفنا 86,000 حالة، فعلا عملنا منهم 50,000 حالة بمعادل 60% من المستهدف. حولنا 4,000 حالة لمركز أورام ميدغامر اللي هو الجهة المنوط بها استكمال الفحوص والتحاليل والإجراءات الطبية الخاصة بصحة المرأة في حالة ثبات إيجابيتها. الحمد لله في موضوع الأمراض المزمنة وصلنا لعدد 470 قرار من قرارات دفع الدولة للأمراض المزمنة اللي بتشمل ضغط وسكر وخلافه. لو أنا شكيت في أي حاجة بتتحول بعد كده مستشفى أو عام، فمنها لازم هناك أشعات كذا أشعة وتفحص، لو في أي حاجة إيجابية بتتحجز وتتعمل، كل ده مجاني. كما تم عمل الفحوصات الطبية وفقا لإجراءات احترازية مشددة وعمل برامج توعوية وتثقيفية للسيدات في كيفية الاكتشاف المبكر للمرض. إجراءات احترازية جامدة شوية علشان الكورونا، في موجود عندنا تباعد، موجود تباعد للحالات، عدد الحالات اللي احنا بنقبلها او بنعمل لها فحص في اليوم قلت شويه عن الاول عشان برضو ما يكونش في تزاحم. توفير بقى لوكات الشخصيه من اول الماسك للجوانتي للادوات او مستلزمات غسل الايدي والتطهير الايدي، كحول صابون، كل الحاجات دي توفرت بكميات كويسه جدا. شرح الفحص الذاتي للمراه، الميعاد بتاعه، التغذيه السليمه اللي تخليها لا قدر الله ما تتعرضش لاورام الثدي، العادات الطبيه او العادات الصحيه السليمه اللي تقوم بيها، غير كده ان احنا بعد لا قدر الله بنعرفها ان هي بعد مثلا كل شهر بتفحص نفسها ازاي. قبول واستحسان من قبل السيدات لما يقدم لهم من خدمات تشخيصيه وعلاجيه طوال المبادره. موجوده في الوحدات الصحيه متوفره، فالوحده بتعرف المرض اكتر اسرع، بتتعالج اسرع، بيسونا الضغط وبيحللنا بيعرف وبيحولونا لو في حاجه يعني، او في اشتباه او في التهابات او في اي حاجه، بيحولونا الأورام، بيعملونا أشعة، وبيتابعوا معانا وبيهتموا بينا. خدمات تشخيصية وعلاجية تقدم على مدار الساعة وفقا لمبادرة الرئيس لاكتشاف المبكر لأورام الثدي، بما يؤكد مجددا حرص الدولة على مواجهة المرض والحفاظ على صحة المرأة المصرية بخلق جيل خالي من المرض. محمد حلمي، النيل.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكثفة، وذلك من أجل مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائز الأسلحة البيضاء والنارية وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 242 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1102 قطعة سلاح ناري، من بينها 186 بندقية و117 بندقية آلية و70 مسدسا و729 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1746 طلقة متنوعة، إضافة ل 1521 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ عدد 949 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف والري والصرف ومجرى نهر النيل بنطاق 19 مديرية أمن، إضافة إلى ضبط عدد 411 شخصا بإجمالي عدد 403 مبنى لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 480,478 حكما قضائيا، من بينها 1967 حكم جناية و163,175 حكم حبس و249,337 حكم غرامة و65,999 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 10 تشكيلات عصابية ضموا 27 متهما قاموا بارتكاب 54 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 38 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 58 متهما، كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1068 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1136 متهما وبحوزتهم أكثر من 121 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 226 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 16 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد عن 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 52,324 قرص مخدر. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 من أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية 1442 هجرية. دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان وتشكيل حكومة إنقاذ بدلا من الطبقة السياسية الحاكمة،
من جانبه أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حل الأزمات التي يمر بها لبنان هو من خلال تشكيل حكومة من المستقلين تماما عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، معربا عن اعتقاده بعدم إمكانية التوصل إلى حلول في ظل المجموعة الحاكمة الموجودة حاليا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف بقصف جوي وبري مواقع لحركة حماس في قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل. وبالذريعة نفسها أعلن جيش الاحتلال إغلاق المنطقة البحرية لغزة ليمنع بذلك صيادي السمك من العمل في البحر بعد إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة. وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2 مليون نسمة، وتسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عقد. اتهمت كوريا الجنوبية قسا محافظا بانتهاك قواعد العزل الذاتي وعرقلت تتبع المخالطين في كنيسة شهدت 240 حالة عدوى بفيروس كورونا المستجد. وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا بعد أن أعلن البلدان انحساره، ما أجبر السلطات على إعادة فرض القيود على المناطق المتضررة. يبدو أن القضاء على فيروس كورونا لا يزال بعيد المنال، فما أن تعلن دولة انحصار الفيروس حتى يعاود الظهور من جديد، وهو ما حدث في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. ففي أعلى قفزة يومية منذ أوائل مارس، أعلنت كوريا الجنوبية عن 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث تتزايد المخاوف من تفشي المرض بشكل كبير في منطقة العاصمة الكبرى. وتشير الأرقام الصادرة عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 15318، فضلا عن 305 حالة وفاة. وأعلنت حكومة الرئيس مون جي إن عن تدابير أقوى لمنطقة العاصمة سول، وتنصح الإجراءات التي تستغرق أسبوعين المرافق عالية الخطورة مثل النوادي الليلية والحانات وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم بالإغلاق أو فرض المسافة الآمنة وفحص درجات الحرارة والاحتفاظ بقوائم العملاء وارتداء الأقنعة. أشعر بالقلق، كان الرقم يتناقص ورؤية الزيادة الحادة تجعلني أشعر بالتوتر. أمل أن يركز الناس على النظافة الشخصية ويرتدون الأقنعة ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي. وفي نيوزيلندا قال مسؤولون في مجال الصحة أن رقعة تفشي جديدة لكوفيد-19 آخذة في الاتساع، مع تسجيل عدد قياسي من الحالات الجديدة بلغ 13 بعد أن تمكنت البلاد من القضاء على الفيروس مبكراً. وفرضت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أردرن الأسبوع الماضي عزلا عاما على أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد ويسكنها 1.7 مليون نسمة لمدة أسبوعين. ومع تزايد حالات الإصابة تعالت الأصوات الداعية لتأجيل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر، وترى المعارضة في التأجيل فرصة في أن تفقد أردرن التي نالت إشادة كبيرة لقضائها على الجائحة بعض بريقها بمجرد أن تبدأ المصاعب الناجمة عن إغلاق أوكلاند في الظهور. بانوراما المتواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. مظاهرة مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس البيلاروسي، وموسكو تتعهد بمساعدة لوكاشينكو عسكريا في مواجهة تحديات خارجية. مشاهدينا، وهذه وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة أتحول إلى زميلي محمد عبد الحكم. إليك محمد. شكرا لك غادة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: مشتريات المؤسسات تقفز بمؤشرات البورصة المصرية وتقودها لمكاسب بأكثر من 7.5 مليار جنيه. قفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية على الأسهم في مختلف القطاعات.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 615.6 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 11120.26 نقطة. أعلن وزير القوى المعاملة محمد سعفان بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا ولمدة 5 أيام. وذكر سعفان أنه من المقرر صرف ما يزيد عن 800 مليون جنيه لنحو 1,600,216 عاملا غير منتظم. وأوضح الوزير أن المنحة قدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت مسبق الدفع تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكيد من وصول رسالة نصية على للمستحق قبل الصرف ب 24 ساعة. قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحتل المركز 23 على العالم في مؤشر تنافسية حجم السوق بحسب تقرير التنافسية العالمية. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية للوزارة ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية الإلكترونية لفرق جائزة مصر للتميز الحكومي. وتضمن محاور تنافسية حجم السوق وفقا للتقرير توفير بيئة عمل ملائمة وتوفير بنية أساسية ونظام عمل مؤسسي. أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1% في يوليو مقارنة بمستوى قبل عام بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها. وأرجعت الهيئة قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات، حيث سجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6%، ثم المواصلات بنسبة 7.3%، وكان معدل التضخم قد سجل في يونيو 0.5%، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% بداية أول يوليو. أظهر البنك المركزي الأردني ارتفاع احتياط العملات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 16.1% مقارنة مع مستوى في نهاية عام 2019. وبلغت قيمة احتياط العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يوليو نحو 14.1 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.1 مليار دولار في نهاية عام 2019. وأرجع البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي غدا فرولك. غدا، شكرا لك محمد، أهلا بكم من جديد. قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اتصال هاتفي اليوم استعداد موسكو لتقديم المساعدة طبقا لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر، مضيفا أن بيلاروسيا تتعرض لضغوط خارجية. يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة مينسك مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للرئيس لوكاشينكو بعد أسبوع من انتخابات الرئاسية متنازع عليها. بالتزامن مع مرور أسبوع على انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في بيلاروسيا، خرجت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو التي فاز فيها بولاية سادسة. المؤيدون للرئيس لوحوا بالأعلام البيلاروسية والروسية في شوارع العاصمة مينسك، وذلك ردا على مظاهرات للمعارضة مستمرة منذ أسبوع للمطالبة باستقالة لوكاشينكو بسبب نتائج الانتخابات التي شككوا في مصداقيتها، ما ألقى البلاد في أتون الاضطرابات. وقال لوكاشينكو أمام أنصاره إن قوات حلف شمال الأطلسي أصبحت أصوات دباباتها تسمع بالقرب من بوابات بلاده، مشيرا إلى حشود للقوة العسكرية للحلف بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.
لوكاشينكو الذي يواجه ضغوطا متزايدة لإنهاء حكمه المستمر منذ 26 عاما رفض مطالب بإعادة إجراء الانتخابات مؤكدا وجود مؤامرة مدعومة من الخارج للإطاحة به. المعارضة في بيلاروسيا أكدت أن أرقام الانتخابات تم التلاعب بها وتقول إن المحتجين تعرضوا للضرب بلا رحمة من قبل الشرطة منذ الانتخابات، ولم تؤدي حملة الشرطة الصارمة ضد المتظاهرين التي تم خلالها اعتقال حوالي 7000 شخص إلى إخماد أكثر الحركات المناهضة للحكومة استدامة منذ تولي لوكاشينكو السلطة في عام 1994. في غضون ذلك أعلنت روسيا أنها أبلغت الرئيس لوكاشينكو استعدادها لتقديم المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر، وينفي لوكاشينكو خسارته الاقتراع مستشهدا بالنتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلا عن 80% من الأصوات. وفي المقابل دعت سفياتيلانا ديخانوسكيا منافسة لوكاشينكو في الانتخابات المتنازع عليها إلى مسيرة الحرية الضخمة وسط مينسك، كما دعت ديخانوسكيا التي فرت إلى ليتوانيا المجاورة يوم الثلاثاء الماضي إلى إعادة فرز الأصوات. تظاهر الآلاف في العاصمة التايلاندية بانكوك للمطالبة باستقالة الحكومة وتعديل الدستور لفرض قيود على النظام الملكي، علاوة على المطالبة برحيل رئيس الوزراء الذي فاز في انتخابات متنازع عليها العام الماضي. في واحدة من أكبر المظاهرات منذ عام 2014 عندما تولى برايت تشان أوتشا رئاسة الحكومة في تايلاند، تجمع آلاف المحتجين عند نصب الديمقراطية في العاصمة بانكوك للمطالبة باستقالة الحكومة وتعديل الدستور ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها نشطاء المعارضة. ودعت بعض المجموعات الطلابية أيضا إلى فرض قيود على النظام الملكي القوي، وهو موضوع كان من المحظور الخوض فيه في الماضي. من الواضح أن الحكومة لا تتمتع بالكفاءة، كما أنها ديكتاتورية وتنتهك الدستور وستدمر مستقبل البلاد. لدينا العديد من المشكلات في تايلاند حاليا، لكن الحكومة لا تساعدنا في حلها. بدورها أعلنت الشرطة أنها نشرت حوالي 600 من أفرادها لحفظ النظام والأمن بالبلاد. في المقابل نظم العشرات من أنصار الملكية الذين يرتدون قمصارا صفراء ترمز إلى دعمهم للنظام الملكي تجمعا، ولوحوا بالأعلام الوطنية ورفعوا صور الملك مهافاجير ألونكورن وأعضاء آخرين من العائلة المالكة. وتزايد الغضب من الحكومة بعد اعتقال 3 من قادة الطلبة بتهمة الإخلال بالقيود في تنظيم احتجاجات سابقة والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. من جانبها أعلنت الحكومة الإفراج عن قادة الطلاب بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات، بينما قالت الشرطة إن مذكرات اعتقال صدرت بحق 12 آخرين من قادة الاحتجاجات. ونظم الطلاب احتجاجات شبه يومية على مدار الشهر الماضي تنادي بإسقاط الحكومة والمطالبة بدستور جديد وانتخابات جديدة وإنهاء القوانين القمعية. مشاهدينا، وبختام أخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة مترو عدني منصور. الرئيس السيسي دعوات في لبنان لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة إنقاذ لإخراج البلاد من الأزمة الحالية. إسرائيل تغلق منطقة صيد السمك في غزة وتقصف أهدافا بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة. ختام بانوراما النيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.ag. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.